كب براون من أشهر وأكثر الكبات انتشارا، وقد حازت على ثقة العملاء بدرجة كبيرة، ويتميز بسرعتها وقوتها في تحضير الأطعمة المختلفة، وهي من القطع الأساسية في المطبخ والتي لا غنى عنها، حتى تقوم من خلالها بتقطيع جميع أنواع الفاكهة والخضار كما تريد، وأيضا تقطيع اللحوم بكل سهولة حتى لا تذهب إلى أي مكان آخر لتقطيعها. وفي موضوعنا النهاردة هنتكلم عن كبة براون ومميزاتها وعيوبها وأسعارها وأهمية استخدام الكبة ونصائح قبل الشراء. مميزات كبة براون: 1- تتميز كبة براون بجودة وكفاءة في الأداء بفضل محركها القوي. 2- تحتوي على شفرات حادة من الفولاذ المقاوم للصدأ وسهولة التنظيف. 3- يمكن غسلها في غسالة الأطباق بأمان دون القلق على غسالة الأطباق أو الكبة. 4- تحتوي على تقنية حديثة للتحكم في السرعات بضغطة زر، فمع كل ضغطة تزداد السرعة. 5- تتميز كبة براون بالموتور القوي والقدرة الكهربائية العالية، والتي تختلف حسب نوع الموديل. 6- تم تصنيع كبة براون من أجود أنواع البلاستيك الخالي من BPA، وهذا النوع صحي وغير ضار بالصحة. 7- زر السرعة الموجود بكبة براون ذو تصميم مميز ومريح أثناء الاستخدام، فهو كبير الحجم وذو قبضة ناعمة. 8- تتميز بقدرتها الكبيرة على تقطيع جميع أنواع الخضروات وطحن جميع أنواع التوابل والأعشاب والمكسرات وفرم اللحوم، نظرا بأنها متعددة الاستخدامات وعملية. 1- أما عن عيوب كبة براون: 1- الكبة لا تعمل عند حدوث عطل في المحرك الرئيسي للجهاز نتيجة الضغط العمل عليه. 2- سعر كبة براون مرتفع للغاية مقارنة بالأنواع الأخرى، لأنها لا تباع منفردة سوى في قطع الغيار. 3- كبة براون لا تأتي منفردة عند الشراء، تأتي مع محضر الطعام أو خلاط يدوي، وهذا من أكبر عيوبها. 4- اشتكى بعض المستخدمين من صغر حجم الكبة في بعض الموديلات، مما يجعلهم يقوموا باستخدام الكبة عدة مرات لعمل كمية من الطعام. 1- أهمية استخدام الكبة الكهربائية: 1- تحتوي على شفرات حادة لفرم كل أنواع اللحوم. 2- زودت بعدة درجات مختلفة للفرم سواء كان ناعم أو خشن. 3- تعمل على تحضير وفرم عجينة الطعمية والكوبيبة بشكل جيد. 4- تمكنك الكبة الكهربائية في تقطيع وفرم البصل والثوم والخضروات. نصائح قبل شراء الكبة الكهربائية: 1- يجب أن تكون الكبة سهلة التشغيل. 2- أن تكون الكبة مزودة بنظام أمان خلال القفل والتشغيل. 3- يجب أن تكون الكبة مزودة بمكان لتخزين السلك الكهربائي الخاص بها. 4- اختيار الكبة ذات الساعة الداخلية الكبيرة لفرم أكبر كمية من الطعام. 5- اختيار ماركة ممتازة من الكبة حتى تعيش لأطول فترة ممكنة دون تلف. 6- أن تكون الكبة مزودة بشفرات حادة مصنعة من أفضل خامات الستانلس ستيل.
هنتكلم عن أفضل وأحدث كبة براون في السوق وأسعارها. كبة براون مع خلاط يدوي مالتي كويك 9 بسعر 2579 جنيه. كبة براون مع محضرة طعام لون أبيض بسعر 2079 جنيه. كبة براون مع محضر طعام مالتي كويك 7 بسعر 2950 جنيه. كبة براون 600 واط مع محضر طعام لون أبيض بسعر 1899 جنيه. كبة براون 600 واط مع محضر طعام لون أبيض في أخضر بسعر 2550 جنيه. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وعملوا اعجاب ومشاركة علشان يوصل لكل الناس عشان يستفيدوا. تابعونا على الموقع الرسمي للقناة على جوجل، والرابط هتلاقوه اسفل الفيديو. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.